لم يدم استقرار ضخ المياه من محطة علوك باتجاه مدينة الحسكة وأريافها لمدة شهرين حتى عاد سيناريو انقطاع المياه مجددا مع عودة المسلحين لسرقة خط الكهرباء المغذي للمحطة وخروجها عن الخدمة. وتسبب هذا التوقف من قطاع المياه عن معظم أحياء المدينة للأسبوع الثاني مع انقطاعها عن أحياء وسط المدينة وتلحجر لليوم الخامس على التوالي. هذا القطع أيضا اللي حصل اليوم الخامس على التوالي الحسكة من دون مياه، القطع هو من توقف محطة علوك نتيجة انقطاع الكهرباء لها من محطة الدرباسية. طبعا انقطاع الكهرباء هو صار نتيجة الاستجرار الزائد للكهرباء والتعدي على خط الكهرباء المغذي تعلق من الدرباسية، التعدي طبعا نتيجة السرقات ضمن المنطقة المسيطرة عليها المحتل التركي وأدى إلى قطع الكهرباء. حاليا نحن يعني لجأنا إلى تأمين المياه بالصهاريج للخزانات الموزعة ضمن أحياء مدينة الحسكة، الصهاريج المقدمة من قبل المنظمات وكذلك الصهاريج الحكومية. وتبذل جهود حكومية روسية مشتركة لإعادة تشغيل المحطة مع استمرار دخول الورشات الحكومية يوميا برفقة الأصدقاء الروس، والتي من شأنها أن تعيد المحطة للخدمة ليعاد ضخ المياه منها من جديد، مع مطالبات شعبية بمراقبة خزانات المياه المنتشرة في الأحياء ليتم تعبئتها بشكل فعلي هو حقيقي. هناك مساعي من السيد المحافظ للمتابعة مع الأصدقاء الروس كما في المرات الماضية. الأصدقاء الروس هم اللي تدخل وما ورشات المياه إلى محطة علوك وتشغيل المحطة، وما زالت الورشات حاليا تدخل برفقة الأصدقاء الروس إلى محطة علوك، متأملين أنه ترجع إن شاء الله ترجع تعمل محطة علوك. يهدد توقف محطة علوك عن العمل للمرة 28 بتجدد معاناة نحو مليون مدني مع توفير مياه الشرب، ما يتطلب تدخل الضامن الروسي لإعادة تشغيل المحطة ونزع المخاوف من عودة أزمة إنسانية جديدة. أيهم مرعي لقناة سما، مدينة الحسكة.